من نزلت هذه الكلمة لا إله إلا الله وإلى من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لابد تعرف حاله. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. والحديث وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظه أو بلفظ آخر. قال ستنقض، لابد عشان تعرف الإسلام وتعرف لا إله إلا الله أول حاجة تعرف الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكانوا بسوي شنو؟ النبي قاتلهم في شنو؟ دي حاجة. الحاجة الثانية تعرف لا إله، تثبت ثاني العبادة لله، تعرف الحكاية دي شنو، بعدين تعرف ذات لا إله إلا الله جاءت بشنو. أول حاجة لابد إنك تعرف إنه الجماعة ذيل أكانوا بيقولوا الله خلق والله رزق والله البحي والله البميت والله البدبر. قال الله جل ذكره قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أزل كل الذي يشوف تدبير ورزق وحياة وإماتة. قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بيقول الحياة دي كلها سواها الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالجماعة دي كلهم بيقولوا الحياة دي سواء الله. طيب في شنو؟ زول ناس بيقولوا الله الرزق والله الخلق والله البيحي والله البميت والله البيدبر. في شنو النبي كاتلهم وفي شنو بيكو كفار؟ لأنهم ما أخلصوا العبادة لله الخالق الرازق. الدليل على إنه سووا كده شنو؟ قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. أسوي أولياء من دون الله عز وجل. والآية دي داخلة في أي زول؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء. ليه انتوا يا المشركين بتقولوا الله الخالق وانتوا بتقولوا الله الرزق وانتوا بتقولوا الله بيحيي ويميت؟ قال ما نعبدهم، يعني الأولياء بتاعنا دين ما بنعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. ديل بيقربونا لي الله. وفي سورة يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس الحكاية الليلة، ديل بيشفعوا ليلة، ديل بيقربونا لي الله، ديل واسطنا. ده الحاصل الليلة. تقول لي يا زول بتخلي الله ليه ماسك في حسن وماسك في ود بدر وماسك في الجماعة دين ليه؟ وقول لك ذي النظاف ذي الصالحين بيقربونا لي الله. شفت النقطة دي ذاتها؟ معليش يا جماعة بس النقطة دي ذاتها إنه ذي بيقربونا لي الله، إنه ذي بيقربونا لي الله وإنه ذي النظاف وذي الصالحين دي ذاتها سبب شرك أبو لهب وأبو جهل ومن قوم نوح، كما في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس قال هؤلاء هذه الأسماء لرجال صالحين، قالوا ذي الرجال صالحين لما ماتوا المهم عبدوه. تعرف إنه الغلو في الصالحين وضي النضاب بالحقونة دي أول حاجة سبب شرك نوح. ربنا رسل نوح لأنه جماعته بيقولوا زي كلام أسع كثير من المسلمين ده. وربنا رسل النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين بيقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلام تدور. والشيطان هذه هي شبهته لبني آدم، الغلو في الصالحين. نفس الحكاية. والإشي واقع. ما بزول يجي يلبز عليك يا أخي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخشى عليكم أن تشركوا بالله. وهذا خطاب للصحابة. والدليل على انه ليه الناس دي واقع فيها شرك
لأنه أول حاجة عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. قال ما بتقوم الساعة إلا نسوان دوس ديل يمشي ريبن ذو الخلصة صنم أكان في عهد الجاهلية كسر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما بتقوم الساعة إلا تاني يعبد. وأيضا عند أبو داود وعند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. فإنه الآن في عبادة الأوثان ده الكلام ده أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل. وإنه يكون في شرك الكلام ده أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ده اللي بيشوفوا الليلة والحجج اللي بيقولوها الليلة زي ما قلت لك هسه دي حجة أبو لهب وأبو جهل والمشركين الأوائل. فالإنسان إذا كان والله إذا لمش لي الله سليم عليه يخلص عبادته لله. ألا لله الدين الخالص. العبادة للشنو؟ والشرك الموجود الآن من أمثلة صرف العبادة لغير الله. عايم بيجاي بس عايم بيجاي تجي حافلة تقول لك يا مكاشف الغوب يا برع القوم. وطيب الله وين؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله وين؟ وانت ماسك في البرع وماسك في المكاشي وماسك في الأولياء في التلي تناديهم وقوم وصيح ليهم وابقى منه ومليهم وخلي الحمالة عليهم. الحمالة على منو؟ على الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. من بالحق ومن بيجيب للمضطر نداه. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ده سؤال. في ذول بيجيب المضطر في ذول بيكشف أإله مع الله. ده ربنا سأل كذي. لكن البرع الناس بيقول ولي أجاب ربنا قال أيوة فيه. أجاب وين؟ لمن قال إذا ناب خضب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل. إذا جاءت طامة وجاءت مصيبة وجاء كرب نادي إسماعيل وربنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أول حاجة رد على الله قال لي في إله إسماعيل الولي بيلحقنا. الختم بيجاي رد على الله قال أيوة في مريدي تمسك بي لك البشرى إذا كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعة. إنت إذا مسلم بتستغيث بمنه؟ إذا كان عند الطبراني أن قال إنه كان هناك منافق يؤذي الصحابة فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق أو من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء ما بعثوا إلا ليقربوا الناس إلى ربهم ويربطوهم إلى بربهم. قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وحده. أنا ما بستغيث بي أنا ببني بنادو دمنو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قاعد في ظهره ما قال لي والله كان جاتك حاجة قول يا النبي أنا بجيك لاحقك زي ما بقولوا الليلة دي نادونا وابقوا علينا في كربك عندهم وكون من جندهم الأشياء دي. شوف الناس دي بيقولوا الكلام ده دين بيحاربوا الله وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لا بحاربونا لا نبذونا لا شاكلونا لكن دين الناس حاربوا رب العزة الذي ما خلق الناس إلا لتوحيده. ربنا ما خلق إلا عشان تنادي براه وتدعو براه وتحايل براه. الله خير أما يشركون الله والذين بينادون. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليربط الناس بخالقهم جل وعلا. ودي ده اللي مروق من الحتة دي شو ده اللي مروق من الإسلام ده. والله دول يموت
عنده عقيدة في ولي ولا في صالح. إذا كان الله عز وجل يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر؟ طيب الله عز وجل يقول لك لا ملك لا نبي، ما تتخذوا واسطة بينك وبين الله. ينهاك أيأمركم بالكفر؟ ربنا جعل اتخاذ الأنبياء والملائكة أرباب كفر بالله عز وجل، فكيف بين الباقين دي؟ هذه الشفتة الذي آذت دين الإسلام، آذت لي يا زول والله، آذوا الدين. الزول اللي بيقول لي خلي الله وامسك فيه عبد الله، امسك فيه المخلوق، ده والله العظيم بحارب الله وبيأذي دين الله عز وجل. والله تلاقي ربنا عز وجل، شوف أختم بها كلامي، تلاقي ربنا عز وجل مجرم بتسكر وعقيدتك في الله خالصة، بتنادي الله وحده، بتحلف بالله وحده، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، بتخاف الله وحده. أليس الله بكاف عبد ويخوفونك بالذين من دونه؟ ديل بيضربوك والحكاية دي خوفوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله دي الناس ديل بيسووا ليك نفسي، قلت لك نفسي الأسطوانة من إبراهيم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الأسطوانة. والآن تقال خوفوا إبراهيم، قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس إيمان بظلم النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، ما أشركوا بالله، عقيدتهم في الله صافية، دي اللي والله ربنا يأمنك في الدنيا عز وجل ويأمنك من عذابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كما عند الترمذي: يا ابن آدم لو جئتني بقراب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. غفران الذنوب ده بالتوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ده تبارك طريقة من الطرق دي، وتناديه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جل ذكره في سورة الجن: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، ده اللي مسكك فيه الله برا عقيدتك ولسانك يلهج بالله وحده، ده تمش تمسك في غيره والله يشوف لصلي لصوم وبعدين رجاء جهنم، بس ما بتمرق منها كله ومواه جهنم، بس في النار دي ما بتمرق منها. وجزاكم الله خير، نقدم الأخير.